دوريندان في كتابه الدعاية والدعاية السياسية وضح أهم طرق لتأكيد كذبة، وهي تمرير الكذب. في الأول بيكذب، ثم مع التكرار بيحدث الشك، وبعد كده بيحصل حيرة، بعد كده في النهاية بيتم تصديقه. كمان طريقة العرض المستمر وتبديل الحاجات بتكرار عرض منتج معين حتى لو انت مش محتاجه في وقتها، لما تتبدل الظروف هتكون محتاجه، فهتبتدي تدور على الدواء ده او هتبتدي انك تشوف المنتج ده لان حاليا انت ظهر احتياجك ليه. طيب لو انا فاهم كل الكلام ده مثلا، ايه اللي بيخلي الفكرة اغلب الناس ممكن تصدق المعلومات دي؟ اولا فكرة عدم قدرتهم على النقد والكسل من التحقق اصلا من المعلومات اللي بيسمعوها وبيشوفوها باستمرار، وخلط الكذب ببعض الصدق بهدف الوصول للمصداقية في النهاية.